مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بكم في هذه الحلقة الأولى من يوميات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها 23. مشاهدينا أهلا بكم مع هذه الحلقة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في رمضان حفظة كتاب الله من شتى بقاع العالم يتوافدون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للتنافس في أعظم مجالات التنافس. المسابقة الدولية للقرآن الكريم في دورتها 23 لعام 1440 للهجرة الموافق لعام 2019 للميلاد ضمن فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. تقام الفعاليات بقاعة غرفة تجارة وصناعة دبي يوميا بدءا من 10 مساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. رصدت كاميرا يوميات المسابقة وصول المتسابقين المشاركين في دورتها 23 عبر مطارات دبي، وكما رصدت استقبال فريق من وحدة العلاقات العامة بالجائزة وفود المشاركين وإيصالهم إلى مقر سكنهم وتسليمهم بطاقات المشاركة وتوزيعهم على غرفهم في الفندق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي منصور، أتيت من روسيا من بلد تترستان لأشارك في مسابقة القرآن الكريم. وأنا أشكر للشيخ محمد بن راشد لهذه المسابقة الجميلة ولهذا البلد الجميل دبي، وأتمنى أن أكون الأول في هذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البدء أتقدم بالتهنئة الخالصة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي حفظه الله، ولأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ولشعب الإمارات وللأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله سبحانه وتعالى
أن يتقبل من الجميع صلاتهم وصيامهم وصالح أعمالهم. ونرحب بالمشاركين في الدورة 23 لجائزة دبي الدورية للقرآن الكريم من أصحاب الفضيلة العلماء ومن أبنائنا المشاركين في هذه المسابقة التي تأتي استمراراً في الدور الذي بدأته هذه الجائزة المباركة قبل 23 سنة بأمر وتوجيه من راعي هذه الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله. إن جائزة دبي الدورية للقرآن الكريم وهي تبدأ هذه الدورة ليسرها أن ترحب بالجميع وأن تتمنى وترجو للجميع مسابقة ناجحة، ولا شك أن الجميع في هذه الجائزة فائز سواء كان من الأوائل أو تأخر عن ذلك. فالفوز والمسابقة والمشاركة في مسابقة عظيمة كمسابقة القرآن الكريم هو من أشرف الأعمال التي يقوم بها الإنسان. إن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم برئيسها سعادة المستشار إبراهيم محمد بملحة وجميع العاملين معه من أعضاء اللجنة المنظمة واللجان الأخرى والمتطوعين والعاملين في الجائزة ليرحبون بضيوف هذه الجائزة ويتمنون لهم إقامة طيبة في دبي وفي دولة الإمارات، ويتمنون ويرجون كذلك للمتابعين لهذه الجائزة سواء كانوا من الحاضرين في موقع المسابقة في غرفة تجارة وصناعة دبي أو من المتابعين لها عبر الشاشات والوسائل الأخرى، يتمنون لهم أوقات طيبة في متابعة هذه الجائزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه اجمعين. معكم المتسابق عبد الله يوسف العنزي من دولة الكويت. أما بالنسبة إلى طريقة الترشيح للمسابقات الدولية في دولة الكويت، فهناك مركز اسمه مركز أبي موسى الأشعري تابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. هذا المركز يقيم خلال السنة تصفيتين لترشيح الطلاب للمسابقات الدولية ولتمثيل دولة الكويت. فالحمد لله تم اختياري لتمثيل دولة الكويت في مسابقة دبي الدولية، والله سهل التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الاسم عبد الله خليفة حمدان من مملكة البحرين. طبعا أولا طريقة الترشيح في مملكة البحرين، بداية كل سنة تكون في اختبارات سنوية، وعلي على أساس يتم اختيار المرشحين للمسابقات الدولية، وثم يعني نوعا ما تكون الأولوية للي يحصلون مراكز مثلا في المسابقات المحلية والدولية. فتم الاختيار هذه السنة أن أشارك في مسابقة دبي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإن شاء الله نشرف البحرين كما حصل يعني في السنوات الأخيرة. دائما البحرين تحصل على مركز من العشرة الأوائل، وكذلك الشيخ مصعب البركي حصل على المركز الثاني من قبل، فإن شاء الله نشرف البحرين ونحصل مركز يليق به بإذن الله. إلى هنا نصل بكم مشاهدينا ومتابعينا من كل مكان إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من حلقات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم بدورتها 23. وحتى نلقاكم مع حلقة جديدة، تقبلوا تحيات اللجنة المنظمة بالجائزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.